السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. فيما يتعلق بما يسمى خروج صاروخ صيني عن السيطرة واحتمال سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان، أعتقد أن وسائل الإعلام الغربية التي تروج لهذا الخبر سخيفة وتنقصها الثقافة في المعارك العامة. ما هو إلا تضخيم وإعلامي سياسي؟ ففي دعاية الإعلام الغربي يدور حطام الصاروخ الصيني بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة، وهو من أكبر قطع الحطام الفضائي غير المتحكم فيها ولا يعرف مكان سقوطه. يا لها من مبالغة! في الحقيقة تم حساب مسار رحلة حطام الصاروخ الصيني بعناية فائقة، وعادة ما تكون نقطة هبوطه في مقبرة المركبات الفضائية المعروفة باسم المنطقة غير المأهولة في جنوب المحيط الهادئ. بالنسبة إلى الذين يمتلكون معرفة عامة عن إطلاق الصاروخ الحامل، من المعروف أنه هناك حطام الصاروخ بعد إتمام مهمة الإرسال سيعود إلى الأرض، سواء كان الصاروخ صينيا أو أمريكيا أو روسيا أو يابانيا أو أوروبيا. منذ إطلاق البشرية أول الصاروخ قبل أكثر من 60 عاما، لم تحدث أي حالة من إصابة الناس بحطام الصاروخ. حطام الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي الذي يهبط الآن وزنه غير كبير، وسيستمر وزنه في تناقص بعد إطلاق الوقود المتبقي والغازات عالية الضغط فيه. إضافة إلى ذلك، هذا الحطام رقيق الجلد مصنوع من سبائك الألمنيوم، سيحترق بسهولة في الغلاف الجوي، مما يشكل خطراً بعيداً للغاية على الناس. أود أن أقول لكم إن التضخيم الإعلامي الغربي لحطام الصاروخ الصيني قد حول أنظار الناس بعيداً عن القيمة الحقيقية لإطلاق الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي. يبلغ طوله 53.7 متر، وتبلغ قطة الإطلاع نحو 838 طن، والقدرة الاستيعابية للمدار القريب من الأرض أكثر من 22 طن. ورمز نجاح مهمة الإطلاق في 29 فبراير الماضي إلى أن الصين قد دخلت مرحلة التنفيذ لبناء محطتها الفضائية CS. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.